خرش اي فكرة شوفها ببلاش مش هتدفع ولا فيزا ولا كاش كل يوم جديد من شوحها متطلبها انت اكيد شوحها هاي احلى الكلام جربها هتقول يا سلام ودوها هتطلع تمام كل افكارنا جديدة حتى لو طلعت غريبة شوحها ما تطلبهاش اي فكرة شوفها ببلاش مش هتدفع ولا فيزا ولا كاش كل يوم جديد من شوحها متطلبهاش انت اكيد شوحها هاي احلى الكلام جربها هتقول يا سلام ودوها هتطلع تمام كل افكارنا جديدة حتى لو طلعت غريبة النهاردة يوم مش عادي ليه يا حرامي الشيف حسن القاضي الله هيجي هو اللي هيقول لنا احنا بنعرف نعمل اكل ولا لا ده بتقول شعر ما كملتش النهاردة يا جماعة الشيف حسن القاضي لا. جاي لنا الراجل اللي جاب لنا السكاكين يعني قمة في الذوق والاخلاق يعني قدمنا له دعوة والراجل وافق كتر خيره هيجي يشوف اكلنا عامل ازاي هنعمل لكم بط ورقاق ورز اوزي ايه هو الرز الاوزي ده اللي هو الرز اللي بالبسلة واللحمة المفرومة والقرفة وربنا يستر اتفرجوا بقى النهارده يا جماعه معانا الشيف حسن القاضي فاكرينه الراجل اللي عمل معانا واجب وجاب لنا السكاكين الجامده دي فالنهارده بقى هيجي اهو راجل شيف اهو عشان انتوا بتقعدوا تشككوا فينا اهو قاعد معانا في المطبخ منورنا يا شيف والله الله يخليك تسلم يا شيف احنا مبسوطين جدا انك معانا النهارده انا اللي مبسوط احنا على ما بدانا لسه بنوضب الكاميرات والحاجات وبنغسل وبنظبط كان هو قطع البصل في فيمينيت بس هو هيقول لنا التريكات احنا هنعمل لكم بط بيقولوا بالمرتا بالطريقه الدمياطي هو هيطلع بس طريقه ابو ظبي مش يعني رقاق بشوربه البط وهنعمل رز اوزي اللي هو بيبقى رز بسمتي بالبسله واللحمه المفرومه والقرفه وربنا يستر موافق على المنيو دي اكيد يا باشا وراكم بس انا مش هطبخ اصلا يعني انا هعمل اجهز وانتوا هتشتغلوا ان شاء الله هتساعدنا يعني ان شاء الله ان شاء الله بالنسبه للبصل اللي احنا كنا بنتكلم عليه ازاي بيتقطع تمام لما بتيجي تقشر البصلايه من الاول خالص البصلايه بيكون فيها الجدر بتاعها تمام بنسيبه لان هو ده اللي ماسك البصلايه كلها قلبي العاشق قدامك لو بصيت لقدام هتلاقي روحي فيه يا املي قلبي العاشق قدامك لو بصيت لقدامك هتلاقي في فوطه تحت الفوطه تحت البلانش عشان ما تتحركش لان من اخطر الحاجات ان انت ممكن تكون شغال مثلا في حته لحمه زي دي فبتقطع بص فتقوم فلته جايه في ايدك فهي لازم تكون دي ثابته معلومات بص يعني اخيرا هيبقى عندنا في حلقه في معلومات معلومات ليها لازمه معلومات ليها لازمه معلومات ليها لازمه لما ايه شيرنا السكاكين فكل ناس كتير بقى تسال ايه بقى التورنيه وايه السكينه دي دي عارفينها الكبيره دي اللي هي بتاعت شيف سنايف هي السكينه بتستخدم في اي غرض في كل الحاجات اي غرض الشغل بتاعك كله بيستخدم في كل حاجه من دي تمام ما عدا سكينه التورنيه دي سكينه التورنيه دي بتعمل شكل واحد بس وده بيكون مهم في الديكوريشن بتاع الطبق تمام التورنيه ده هو عباره عن شكل برميلي ممكن يكون هو بسبع اضلاع او بثمان اضلاع فمثلا لو دي البطاطسايه احنا عايزين نعملها بتاخد الاول يعني بتحدد القايمه وعليها مثلا بتقوم ايه جاي ساحب بالسكينه سحبه واحده وتنزل فانت بتفضل شغال عليها احنا بنفضل شغالين عليها لحد تنحتها انت بقى بتفضل تنحت فيها لحد ما تظبط الشكل اللي انت محتاجه بالظبط دي بقى اللي بيخلوا بيها الفراخ بتهيألي دي للخلي المفروض سكينة الخلي بتبقى رفيعة من قدام عشان يكون عندك القدرة دي ومرنة بص يا شيف انا هقولك المعلومات اللي جمعناها ماشي على الحشوة بتاعة البط تمام بصل زي كده وقالوا لي ملح وفلفل وكمون وبهارات براحتك سماق السماق دوت مش هو رمان صح؟ رمان مجفف او حاجه زي كده لا سماق ده زرع لوحده اصلا؟ قال لك لا سماق يا رمان انت هتفتي
بتشيل برضو زي ما بنشيل فرخه الدهون والحاجات دي صح؟ لا يعني بس انت لا ممكن تصفي الدهون عشان تخلي الجلد زي ما هو. الشيف حسن قال لنا ممكن نحط شويه خضره وطماطميتين عشان الطعم. نيجي بقى ايه لمرحله الوحش. المايه اللي بتسخن نحط فيها 5 فصوص حبهان. حطينا بس حبهان ورق اللورا والبصل. نحط ملح وفلفل ولا لا؟ لا ملح وفلفل. ايه الاضافات اللي ممكن تتحط جوه في الحشوه بعد كده يعني للناس اللي بتتفرج ممكن تبقى لطيفه مع البصل والطماطم والخضره؟ لا انت ممكن تحشي فريك، ممكن تحشي رز. لا غير كده، انا قصدي في اللي هي المرته، بيقولوا عليها المرته دي. لا المرته هي بصل والتوابل بس، يعني عاده بيعملوها يعني ما بتحطش عليها طماطم. لا دي اضافات. ده احنا بقى بنحب نعمل التاتش، نحط التاتش بتاعنا احنا في اي حاجه. بس انا عندي بقى بحب حاجه في المطبخ يعني عموما الارتجال، الا لو انت مطعم والناس متعوده ان هي تاكل الاكله بالشكل ده. احنا بقولنا هنفتح مطعم وناكل الناس كل مره الاكل بطريقه ثانيه. التنوع مطلوب. الله عليك عم هشام. هيقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ بس ممكن تسهل على نفسك شويه. تسلم ايدك يا شيف. هو شيف يا جماعه، ما هو يعني ما احنا دلوقتي بس هنيجي في مرحله مهمه وهي ازاي نقفل البطه. ده شكل البطايه بعد ما اتعملت ده شكل البطايه اللي الشيف حسن عمله بعد ما تظبط. هنحاول بقى نحطهم في الحله وربنا يستر ييجوا بقى هم الاثنين في الحله. ايه رايك؟ نخلي واحده في الفرن. جرب الاثنين بس هتاخد وقت شويه بس. طب يا جماعه احنا عشان خاطر الشورتج في الحلل هنعمل واحده في المسلوقه ونطلع منها الشوربه والحاجات وهنعمل الثانيه في الفرن. طبعا النهارده يا جماعه عمر وقع مننا، ما صدق ان الشيف جاي طبعا، فقال لك ما مش هقطع بصل انا، خليني امشي عشان يتحرجوا قدام الراجل. بس احنا ربنا ما بيسيبش حد يا عمر، وحنك اتعلم وبعد كده هو اللي هيقطع البصل على طول. لا حول ولا قوه الا بالله. دلوقتي هنعصق بقى اللحمه بالطريقه العاديه اللي احنا عارفينها. ليه يا ناسيني حبك بالشكل ده، تجرحني وتواسيني وما يبانش عليك كده. احنا يا جماعه سيبنا البط حوالي نص ساعه في الفرن، الاوبشن في الفرن. الشيف حسن بس كده واحنا قاعدين شال من عليها الفويل عشان تبدا تتحمر، والفرن وطينا درجه الحراره بتاعته للنص. قلبي معاك يا حبيبي انا مش هنساك، مش هنساك، مش هنساك يا سقين الولد يا عاك، ومدوب قلبي معاك يا حبيبي. انا بقيت التتبيله فرشناها في الصينيه. عشان بقى تبقى ضمنت انها تتحمر فممكن تعمل الملح والفلفل شويه زيت وتدهنها بيه. تعالى احنا لقينا ايه بقى هنا واحنا بنشتري؟ لقينا رقاق الزهار، فاكره بتاع مصر بتاع زمان اهو. بس هو العلبه بتاعته اختلفت شويه. اختلفت شويه عيب التصديق. ده اعلان غير مدفوع الاجر يا حنفي وهتخصمه منك. واحنا في امريكا قابلنا شيف اسمه الشيف ميدو، عملنا معاه فيديو لو شفته اللي هو بتاع الباستا اللي عملناه باستا. قال لك لازم لما تيجي تعمل مثلا اي حاجه بالصدور خلي معاها وراك برضه عشان الوراك فيها الدهون اللي بتغير اللي بتدي الطعم. وبتقول لي بيقول لي ما بتنشفش زي ما هي عشان الدهون. احنا بقى نعمل بقى الرز دلوقتي يا كبير. هقول لك بقى الطريقه، اكيد انت طبعا تعرف حاجات احسن من كده، بس ايه قول لنا ايه رايك. حطينا سمنه سنه زياده لان احنا هنسوي عليها دلوقتي شويه البصل كاننا مع البسله. مع البسله كاننا هنعصق لحمه تاني يعني نفس الفكره، بس هنعمل فيه الرز على طول. ننسى اي خصام، ننسى اسم لحمك ونرجع الى الايام الوان غير عذاب.
معلقة قرفة كبيرة. زي اي رز بقى عادي، اول ما يغلي توطى عليه خالص. لو عندكم شياطة حطوا الشياطة. هنعمل سلطة طماطم من الحاجات اللي باقية معانا، طماطم وثوم وكزبرة. الثوم عادي احنا انت بتقطعه التقطيع العادي، حط عليه سنة ملح وسكينة. قول والله. ونوسخ الكبة ونغسل الكبة وعمر يقعد يتنك علينا. رز بالخلطة من عمال شامي، ورز ريحته جميلة، وهندوق دلوقتي وهنأكد على الطعم. عندنا رقاق باللحمة بشوربة البط، البط المشوي، واحدة تشوت من الأول خالص وكانت أخدة الخلطة بتاعت الحاجة، ودي اتسلقت وبعد كده دخلت الفرن وخدت ملح وفلفل مع زيت، وده طبعا الرز. وعملنا معاهم كمان السلطة، سلطة الطماطم. الرقاق بقى، دور الرقاق، دور الرقاق بقى وقول لي. طيب يا احنا عمال المعلم حنفي بقى. الله العظيم انا ما كنت قلقان ساعة امتحان الثانوية العامة. ها لا جميل بجد والله، الرز جميل والقرفة عاملة شو، الريحة هايلة مع القرفة، البسلة واخده طعم كويس، كله كومبينيشن هاوي. الرقاق بقى، خش على الرقاق. فكت بعديها فكت. بجد شيف والله. شيف اهو. خش على الكبير. دول كده تو اوبشنز. ها دي الاولانيه اللي خدت، دي ما خدتش سليق. دي اللي على طول في الفرن. حجم اقل اصلا شويه لو انت لاحظت. اللي خدت في الفرن من الاول وام التعب مش مشكله. صبري قلبي قليل. البطتين احلى من بعض. احنا بنشكرك جدا والله العظيم ان انت كنت معانا النهارده، ده شرف كبير لينا يعني، واحنا مبسوطين انك معانا ومتشكرين على السكاكين. الشيف حسن على فكره هو اللي جاب لنا السكاكين يا جماعه، ويعني نتمنى انك انت تيجي لنا بقى تاني ونعمل بقى كده. تشرفنا. هو اللي عمل الاكل كله يا جماعه. ماشي السلطه لسه. السلطه الطماطمايه. ايه طماطم اللي اعمل ايه حبيبي. تسلم ايدي. تسلم ايدك يا شيف. لو عجبتكم يا جماعه البط بالطريقه دي، والشيف حسن نورنا، الشيف حسن القاضي، اعملوا لايك للبيج. السلام عليكم. ناكل بقى عشان شوحها، ما تطلبهاش اي فكره، شوفها ببلاش كل يوم في جديد. من شوحها ما تطلبهاش، ده اكيد شوحها. شعراوي يا جدعان جاب لنا ديك الرومي، قال لك انا هعمل لكم مفاجاه من امبارح، ولان داخل علينا بالديك الرومي الحلو ده. بس دي مفاجاه صعبه جدا. مفيش حاجه صعبه. تمام يعني انت؟ يا ابني وانت مش عارف تمثل؟ ايه ده ديك رومي؟ يا نهار ابيض كان نفسي فيه. اوفر جدا، اوفر جدا جدا. ده اللي مش اوفر. طب يلا يا شعراوي بقى نورنا النور. مبدئيا بقى يا جدعان الديك الرومي انا عملته على فكره قبل كده. طب انا عايز كورس انا كمان. اشمعنى انتوا يعني؟
هو على فكره الديك الرومي ده شعره كنت المفروض يعني من امبارح نتبله، المفروض يبقى متبل من امبارح. انا هنعمله بقى دلوقتي وربنا يستر. ده 5 كيلو 750 جرام. انا هقعد قد ايه ده عشان كده؟ بص هو بيقولوا ان كل كيلو بياخد ساعه، وفي ناس بتقول كل كيلو بياخد نص ساعه. احنا هنحطه لغايه ما يستوي، يعني سواء غالبا هياخد له حوالي 3 ساعات لو الفرن عالي يعني. حبيبي يا سمراني تحت مش عجبني. مش عارف ايه ده؟ اللي تشبايه اللي هما بتاعت الجي بي اس. لو حد عنده فكره يا جماعه ايه ده؟ ده لقيناه مرشوق في صدر الديك. هو الديك فاكك وزي الفل، هو هيتغسل بس، فخلينا انا انضفه. طبعا بقى يا جماعه احنا ليه بقى النهارده هنعمل ديك؟ عشان الثانكس جيفنج كان من اسبوع، عيد الشكرانيه، وعلشان احنا داخلين على المواسم بتاعت الديك الرومي زي كريسمس وحفلات راس السنه، وداخلين الشتاء بقى اللي هو موسم قرايه الفاتحه، او بقى قرايه فاتحتك يا حنفي ان شاء الله. ولما يجي اهل بقى ايه اهل العريس البيت عندكم وبتاع، تروحوا اهل العريس عندنا يعني، لا يعني انتوا لما تروحوا انتوا لما تروحوا عند اهل العروسه بقى يعملوا لكم ديك رومي والكلام ده، فاحنا هنحاول نساعدكم النهارده ونعمل ديك الرومي. هتغسلوا لنا بقى عمر ايه ملح وخل. ماشي. الديك بقى يا جماعه لازم نفصل الجلد عن اللحم عن الصدر، بس طبعا لازم الموضوع ده يتعمل بالراحه عشان ما نقطعش الايه الجلد. ده القناصة والقلب والكبدية. دول بقى ايه لو بتعملوا رز بالخلطة جنب الديك بقى تروحوا عاملينهم بقى بالحوايج بتاعت الديك. رز بالخلطة على دول؟ بيتقطعوا حتت صغيرة يعني، ما هو المفروض برضو يعني لو جايين برضو يعني الناس هيبكوا البيت هتجيبوا ديك كبير شوية. وطبق رز واحد. هو ده اللي هو ده؟ بس ده الطاووس ده. لا والله هو بيعمل ازاي؟ مش هنشيلها على فكره. بصوا بقى يا جماعه المفروض نعمل ملح وسكر مع ميه وننقع فيهم الديك من بالليل، بس احنا مش هنعمل بقى عشان ما عندناش وقت، هنعمل ملح وسكر وعندنا سرنجه وهنحقن بيه صدر الديك عشان يفضل طري معانا طول مع السوا ما ينشفش. احنا ما لقيناش بقى التتبيله بتاعت الحاجه خلصت، هنعمل تاني بس في شويه صغيرين هنستخدمهم بس هنزود عليها شويه. دي التتبيله اللي هنتبل بيها ايه الديك من بره وبين الجلد والحركات وكل الاشياء، غير الحشوه اللي هنحطها في الديك من جوه. شويه ملح بقى ما نكترش ملح لان احنا هنحقن ايه الديك نفسه بالميه والملح والسكر. نقطتين خل، زيت زيتون، هنحط ده بابريكا، ده توم باودر، قرفه بس ما تكتروش يعني، القرفه دي برده على حسب المزاج يعني، ده فلفل اسود. دي بقى اللي كان فاضل من التتبيله عند الحاجه. هنعمل بقى شويه الحاجات اللي اتحط في قلب الديك الرومي من جوه. يا جماعه روزماري بيتباع زرعه جاهزه كده فريش، هناخد منه بقى. اما ترى يا جماعه الطريقه دي احنا جايبينها من واحد اجنبي، هنعمل حاجه لطيفه جدا احنا هنجربها. تفاحه خضراء وبرتقانيه، بس التفاحه بقى كنت مقطعها 4/4 وحطيتها في الاخر. الجناح لازم يتقلب كده عشان لما يستوي ما يبقاش شكله مش حلو. الكبده والقناصه والحاجات في وسط الخضار برضه. يا قلبي ما تسيبك منهم. نخلي البرتقال والتفاح في الاخر. هنجيب بقى سرنجه عاديه جدا. ودي الايه المايه مع السكر البني مع الملح اللي حطيناهم. مش عايز تدوق يا حنفي؟ شغلنا الفرن على عالي لو سمحت. يا جماعه احنا عملنا انستجرام، افتح الانستجرام وري الناس اسمه شوحها. هننزل عليه ستوريز بقى يا جماعه على طول، وهننزل عليه فيديوهات صغيره، وهننزل عليه شويه حاجات.
طبعا احنا حرفي جاب لنا فتله لونها ازرق. جبتها منين؟ ما اعرفش. ما جبتهاش بيضه ليه؟ اللي لقيته بقى. هي المفروض تبقى دباره بس هو احنا ايه هنحاول بقى نشتغل بدي وربنا يسترها. اركض في سلام يا ابو الاحناف. احنا هنا يا جماعه زي ما شفتوا حطينا الديك كل الحاجات هنسيبه 3 ساعات وبعد ال 3 ساعات هنروح شايلين من عليه بقى الكفر الالومنيوم وهنحط بقى على وشه سمنه شويه روزميري مش عارف ايه ونروح مدخلينه الفرن بقى يتحمر. يا جماعه خشوا عملنا فولو على الانستجرام شوحها قلنا هنكتبها لكم دلوقتي. تعالى اهي ها ظهرت فين مش عارف هنا ولا فين انا اللي هعملها انا هعملها هنا هتعملها هنا في الحته دي اكيد هي موجوده هنا يا جماعه قدامكم. ويا جماعه كل الفيديوهات بتاعتنا على اليوتيوب موجوده اتش دي. البيج بتاعتنا على اليوتيوب اسمها شوحها ما تطلبهاش برضو بالفرانكو عربي شوحها ما تطلبهاش. ها استنى استنى ها ويا ريت تعملوا سبسكرايب. لا دي لا دي ايه دي السبسكرايب دي ايه دي شعراوي الواد عمر نزل وعرفت ان عيد ميلاده النهارده. يا جدعان عيد ميلاد عمر مكرونه النهارده وبدا عيد ميلاده النهارده لازم نحتفل بيه. احنا هنحتفل بيه بقى على طريقتنا هنعمله شويه مكرونه معجنين ونحط له فيه شمعان. ربنا يستر واعرف اعجن المكرونه بس هو احسن واحد بيعجن المكرونه. انا اقوى واحد يكسر مكرونه في بره ابو ظبي ده كله. قلنا بقى نعجن المكرونه ما اتعجنتش قوي يعني بس يعني ها خلينا بقى نظبطها عشان عمر جاي دلوقتي. هنشيلها فين دي؟ هنشيلها فين؟ عايزين نخبيها. هاتها هنا كده تحت كده تحت اهي بص عند ال ممكن نحطها على الارض هنا كده دلوقتي كده يا جماعه بالظبط. الديك بقاله 3 ساعات في الفرن على العالي متغطي. هنطلعه بقى نشوف ايه اللي حصل فيه ونظبط له وشه عشان يتحمر. افتكرونا سلمنا لهم انساهم تلاقي ممكن بقى نسيحها هنا اهو دلوقتي حطها على الديك. تعال اتفضل. دلوقتي يا جماعه زي ما انتم شايفين كده مبدئيا الديك خلص الريحه عظيمه. نجرب كده نشوف السوا ايه في الدين. مبروك حاجه جاتو. ما تسيبك منهم يا قلبي ما تسيبك منهم يومينهم راح يجي. دلوقتي يا جماعه قبل ما نطلع الديك من الفرن احنا انا وشعراوي وانتوا ما كنتوش موجودين عملنا لعمر مكرونه مفاجاه عشان عيد ميلاده النهارده. مفاجاه ايوه يا عمر. عجنا لك مكرونه وهتاكلها غصب عنك. هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي تو مكرونه هابي بيرثدي تو يو. هيجنن وهيتوه وهيدوبوه هيحير وهيسهر وهيمرروه. هيجنن وهيتوه وهيدوبوه هيحير وهيسهر وهيمرروه. قلبي اللي مفيش اخوه قال هو مبدئيا كده ايه عايزين نعرف استوى ولا لا. الصدر ايه الورد المهم مش شكل المهم النفس. عايزين بقى نشوف ايه يا جماعه الاخبار التفاح والبرتقال والحاجات دي خلطه ايه اللي جوه. ده الديك اللي احنا عملناه. الديك كان 5 كيلو و750 جرام. خد بالظبط معانا 3 ساعات في الفرن و10 دقائق في الشوايه. سهل جدا وتكلفته مش كبيره ويعني احنا نخلصه ان شاء الله دلوقتي. وحتى احنا ما نقعناهوش قبلها بيوم ولا حاجه وعملنا التورتايه بتاعت عمر المكرونه المعجنه. تكلفته حوالي قد ايه؟ احنا اتكلفنا حوالي عامه قد ايه النهارده؟ هو الديك بكام؟ ب 100 درهم وبقيه الحاجات اللي احنا جبناها النهارده بقى احنا في جنب الديك ب 50 يعني كله 150 150 احنا كام؟ ادي كده 3 4 5 6 7 7 يعني كل واحد حوالي 22 درهم. يا جماعه احنا مبسوطين جدا ان انتوا بتتفرجوا علينا وبنشكركم جدا ان انتوا بتتفرجوا علينا. احنا بقى عندنا الانستجرام اللي قلناه عليه من شويه وعندنا يوتيوب تشانل خش اعملوا سبسكرايب عليها هتلاقوا كل الفيديوهات بتاعتنا اتش دي. ادعمونا
عشان دعمكم مهم جدا لينا. ولو عجبكم اديكوا الروب اللي احنا عملناه اعملوا لايك للبيج بتاعتنا على فيسبوك واعملوا شير للفيديو عشان الشير بتاعكم بيفرق معانا كتير. وكل سنه وانا طيب. كل سنه وعمر طيب. كل سنه وانا طيب. تاني عيد ميلادي فرحان كت تاكل ايه اي حاجه تيجي على بالك اوعى تقول ما ينفعش لان سهله نعملها لك اكل ماما وخالته واختك وعمتك وخالك شوحها ما تطلبهاش اي حاجه تيجي في خيالك من عندنا يا عمنا ولا في حد يكون زينا وصفحتنا بتكبر بيكوا لان مفيش حد قدنا اي حد يفكر يدخل او يعدي من هنا هنعلمه ازاي يشوح ونقول له الف هنا اهم حاجه لما تدخل عندنا لازم تستفيد وتشرفنا تاني لان وجودك بينا شيء اكيد هنفرجك حاجه جديده وهتشوف مننا كتير بدل ما تدفع وتتعب هنعلمك التوفيق ممكن الناس تفتكر اللي احنا بنعمله ده غريب شوحها ما تطلبهاش كل يوم هيكون في الديب بنتكلم بثقه ما فيش حاجه اسمها قوه هنجيب لك سر اي اكل من المطعم جوه شوحها ما تطلبهاش اي فكره شوفها ببلاش مش هتدفع ولا فيزا ولا كاش كل يوم في الديب من شوحها ما تطلبهاش